أستاذة أسماء تتفضل. أستاذة أسماء حضرتك يا شيخ الله يسلمك. اتفضلي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الله يسلمك. معلش أنا كنت عايزة أسألك عن سؤال لو سمحت. اتفضلي. أنا كنت مسلفة لعمي أخو جوزي، هو كان ضامن حاجة واتسجن عشانها، فعشان نخرجه من المشكلة دي كنا بنلم فلوسه كده. أنا اديته الذهب بتاعي يومها لمراته، هي اللي كانت بتلم الفلوس وكده 22 جرام. انت اديت لها الذهب على انه ذهب ولا اديت لها الذهب على انه فلوس؟ لا اديت لها الذهب على انه ذهب، واديت لها 22 من المال، هو كان عليه 600,000. احنا كلتنا كنا بنلم فلوس انا وعمامي. يعني انت اديت لها ذهب وفلوس. ماشي. ايوه. انا دلوقتي عدى 6 سنين عن الموضوع ده، انا دلوقتي محتاجاه، فانا بطالبهم بيه، وما طلعوا جوزها طلع من السجن على اساس ان هم هيسدوا كده، وما سدش، عدى سنه والثانيه وست سنين. فانا دلوقتي بقول لجوزي قول لهم، قول لاخواتك وكده، هو اخوك، وقول لهم على الفلوس دي وكده، لا انا ماليش دعوه، انت اديت لهم، انت حره معايا. فانا جيت اطلب من عمي، قال انا ماليش دعوه، تاخدي فلوس كله فلوس. قلت له بس انا مدياك ذهب، مدياك الغوشتين. فبيماطل بقى بيقول لي مالكيش حاجه عندي، انا غلطت ان انا طالبت بحقي فلوس والذهب ولا ايه؟ هجاوب على حضرتك. هم كلتهم عدوني، يعني هم كلتهم عيناني. اجاوب حضرتك يا استاذ اسماء. في بعض الاحيان لما الانسان بيستدين عشان يخرج من الازمه، بمجرد ما يخرج من الازمه ينسى ان هو كان في ثمن لخروجه من الازمه ده، اللي هو الديون. فهو دلوقتي مدين بذهب ومدين بفلوس. كونك طلبتي بحقك ده حقك، لان انت ما اعطيتيش الفلوس دي على سبيل الهديه ولا الهبه ولا على سبيل ان انت بتساعديهم ومش عايزه الفلوس دي تاني. انت ما قلتيش كده، انت قلتي ان انت بتدينيهم بالغوشتين وكمان بمجموعه الالاف اللي انت اديتها لهم عشان يخرجوا من اللي هم فيه ده. يبقى الخلاصه هو عليه دين، والدين واجب ان يسدد، والمماطله في الدين حرام. لو واحد عليه دين وبيماطل فيه ده حرام، وما يحاولش يبتز الناس عاطفيا. واحد عليه دين فيجي يقول له يقطعه، دي ابتزاز عاطفي ده. او واحد ليه دين على حد فيبقى المدين يعمل ايه؟ يقول له انا كنت فاكرك ارجل من كده، او انت انا كنت فاكرك ان انت ابن اصول مش لا، هو بيطلب بحقه. انت عندما اخذت هذا المال كنت بتجمع المال من كل الناس وبتقول لهم ان ده دين عليا وهسده لكم، بدل انت قلت لهم ان ده دين عليك وهتسده لهم، سده لهم. اما اذا كنت انت مش قادر فلابد ان انت تجتهد في العمل وتتصرف عشان تعيد للناس مالك. واذا انت عاتبت الناس في انها بتطالب بمالها بعد كل هذه المده بعد هذه السنوات، ففي الحقيقه انت مالكش حق. وانت يا ستي لا، لم تخطئي وليس عليك اثم في ان تطالبي بحق.